مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. الريح من تلقائك عظيمة وأومى قلب القفي ظلماء من عظمي. فما لعينيك إن قلت اكفو فهمة وما لقلبك إن قلت استفيض يهمي. أيحسب الصب ما حطني النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عني العذلي في صممي. إن اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من دنها بنذير الشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قراب ضيف ألم براسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها. إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متولى يصمها ويصمي. وراعيها ويفي الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع
جوع ومن شبع، فربما خمصة شر من التخم، واستفرغي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، واسم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضا كالنصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل إلا قد نسبت به نسلا لذي عقم، أمرتك الخير لكن ما اتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقم، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصم، ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الألم، ورودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيام شمم، وأكدت زده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعد على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فقد نبينا في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دعمت دعاته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت منحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرم عنه ناطق بفمه، لو نسى
الآن أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهما معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صاغرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومرتسم. لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. آمن مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. وفتى إيوانك إسرى وهو منصدر كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم. وسأسى وتآل غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. كأن في النار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساقعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. عام وصم فإعلان البشائر لن تسمع وبارقة الإنذار لم تشم. من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقطعة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهز من الشياطين يخفو إثر منهزم. كأنهم هربا أبطل أبطال.
متين أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذ به بعد تسبيح ببغلهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت صدرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سر سائرة تقي حر وطيس للهجير حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفر عنه عميم فالصدق في الغر والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغر من ألم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما زمن الدهر قائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولن تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى خير مستلم لا تمكن الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جلأ وخلد البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم دعني وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات له ظهرت ظهور دار القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قادمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرامي
دامت لدينا ففقد كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبغين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حربت قط إلا على من حراب على الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضيها رد الغيور يا ذا الجان عن الحرام لا معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفت نار لظى من وردها الشديم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحارق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام يا خير من يمام العفو ساحته سعيا وفوق مدن العين كالرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تختارق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنيم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رات قلوب العيد أنباء بعثته كنبات أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسقو بمستصيب
أصيل للكفر مصطلم حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منهم بخير أم وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حاتف لهم أدى من الوخام المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيدى كل مسود من اللمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزرف الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخير نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهام ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز التي كالليث حل مع الأشمال في أجام كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيمك فكبالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتوم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل دانية ما تخشى عواقبه كأنني به مهدي من النعم أطعت غاية الصبا في الحالتين وما حصلتني إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسوم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له الغنم في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبري بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الرجيم كارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا ترمت إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غار
منعكس لديك واجع الحساب غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأنا لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب ليس حد العيس من نغمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طائفة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فارفق بها شيخانا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 اشفي بها سقمانا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 أحسن بها ختمانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.